استطعنا في الآونة الأخيرة استقطاب مدرب المنتخب الوطني الفلسطيني أحمد أبو نعمة، مدرب تنس طاولة، من أجل يعني تنمية هذه اللعبة في المدينة، وخصوصا أن هنالك يعني كثير جماهيريا بطلبوا هذه اللعبة على صعيد الفتيات ورجال الأعمال. الأسبوع القادم سنعلن عن دورة لرجال الأعمال والفتيات، والآن عندنا أكثر من 30 منتسب للعبة تنس الطاولة في الأكاديمية. نعم، والتدريبات بشكل عام محمد أبو ليفي، هناك إقبال كبير على هذه اللعبة، وماذا تطلعون في المستقبل لأجل هذه اللعبة؟ نحن التطلع الأول أن يستفيد أهلنا في مدينة طول كرم، وأن يستفيد الطالب، يعني نفتح ذرعة الأكاديمية إلى كل المراكز التي لم تتوفر عندها لعبة طاولة التنس أو المدربين المتخصصين الأكفاء في هذا المجال، ونقدم لهم كامل الدعم في هذه اللعبة. هذه كل جهود من أكاديمية الدفاع وفنون القتال، يعني اهتمت في الألعاب الفردية بشكل عام، وخاصة الكاراتيه كانت في الدرجة الأولى، والآن انتقلت نقلة نوعية إلى تنس الطاولة، وهذا جديد على طول كرم، حيث أن طول كرم متعطشة إلى لعبة كرة الطاولة وتدريب كرة الطاولة، وعندنا حاليا يعني لاعبين لا بأس بهم بالنسبة للتدريب، براعم أشبال ناشئين، ونحن في إعدادهم بالشكل الجيد حتى ينافسوا على الألقاب في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم أحمد أبو نعمة، أيضا هذه اللعبة التي طبعا المرغوبة لدى خاصة الناشئين، أيضا هناك في دورات للفتيات في هذه اللعبة، خاصة أنه أيضا في محافظة طول كرم المدارس هناك لاعبات متميزات، يريدنا أن يسكننا هذه الموهبة باستمرار من خلال هذه الدورة. طبعا بالنسبة للفتيات يعني لا يوجد متنفس لهم سوى المدارس، وأكاديمية القتال وفنون الدفاع عن النفس يعني فعلا مشت في هذه الخطوة حتى تعطي متنفس لهؤلاء الفتيات وصقلهم والارتقاء بهم بمستوى جيد في المستقبل إن شاء الله. طب وأنت كمدرب في هذه الأكاديمية ومدرب المنتخب الوطن الفلسطيني، دائما رسالتك لهؤلاء اللاعبين للوصول إلى نتائج متميزة وتحقيق انتصارات؟ أهم شيء الخلق القويم في الدرجة الأولى، الالتزام بالتدريب، إطاعة المدرب، والمحافظة على التدريب بشكل متواصل وعدم الانقطاع.